مع حلول شهر رمضان كتشهد منطقة الحبوس بالدار البيضاء المعروفة ببيع الملابس التقليدية حركة دؤوبة للأسر المغربية رغبة في اقتناء هذا النوع من الملابس، وكيزداد حرص المغاربة على ارتداء الملابس التقليدية في الأعياد والتجمعات الدينية خلال شهر رمضان. شري الفوقيات، شري الجلالب البلاغي، جيت حتى انا نشوف الحوايج ديال العيد. بالنسبه لهادشي ديال التقليدي كل عام خاصك تبدلي الاولاد والزوج والله راسك نيت والعائله باش داكشي مزيان، لان داكشي في بلادنا تبارك الله ما شاء الله عليه. الفوقيه ديال الرجاله وشي سراول وديال البنات نيت العيالات، الحمد لله خير موجود. الحمد لله تبارك الله، الصناعه التقليديه ديالنا ما شاء الله. جيت انا نشوف الدنيا كي دايره، بغيت نتقدى شويه الحويجات نديهم معايا، انا تنعيش على برا، بغيت نشوف الاثمنه كي دايره. ما بغي الا الفوقيات والحوايج زوينين تاع الدراري والبلاغي. في أي مدينة مغربية كتلقى أسواق متخصصة في بيع الملابس التقليدية المغربية، وكيزيد الإقبال عليها من طرف الأسر المغربية خلال هذا الشهر الفضيل. تبيع وتشري بخير وعلى خير، في هاد العواشر مزيان الحمد لله، الحمد لله الإقبال كاين شوية كاين، الله يجعل البركة. هاد الشهر خصها تكسر فيه الحركة، إيه، ولكن هاد العام الناس مابقاش إقبال كثير على الملابس التقليدية بحال السنوات اللي مضاو، ربما في هاد العشر أيام اللي بقات يمكن تحرك القضية شوية والحمد لله على كل حال. بعدا راه شويه بعدا ماشي بحال قبل من رمضان، قبل من رمضان راه كانت الحركه واقفه. المهم هذا رمضان بخير، قضية هذا مزيانه بخير على خير الحمد لله، كاين اقبال بخير الحمد لله. وكتعتبر الملابس التقليدية بكل أنواعها وجه من وجوه الحضارة المغربية الأصيلة، سبب كتحرص من خلال العائلات المغربية على تخليده في الزمان والاحتفال به في المناسبات العائلية والأعياد الدينية.